بديت عندي تقريبا عندي شي 11 ولا 12 عام. كنت كنجي من المدرسه وكيجيبني بابا معاه هنايا في العطل وداكشي، كنت كنبغي نخدم معاه كيعلمني بشويه بشويه. ايوا ملي درت 14 عام ما بقيتش كاع خدمت، انا بديت صغيره بزاف في الدومين هذا. خرجت من المدرسه وكملت مع الوالد ديالي الله يرحمه. تتكون شويه المنافسه ولكن داكشي كيكون عادي، ما من ناحيه الكليان بالعكس كيزعموا على مراه وكيتيقوا فيها، حيتاش كنت عارف العيالات الحمد لله كلشي بحال كرجال كاين العيالات، هو النقا كاين في بلديه، غير هو الناس كيزعموا على مراه، وانا الحمد لله كنخدم معاهم من نيتي. اللحم غلى بزاف، اما مسكين الدرويش غيتقهر بهذا الثمن اللي ولا، ولكن هادشي عاوتاني ملي كتجي تشوف المغرب كامل اللحم غالي، والكفته راه وصلت 100 درهم كانت ب 90 درهم. بحال دابا كوتلت كان ب 90 درهم وصل 120 درهم، زادت فيه 30 درهم بزاف، كبده 160 درهم كانت 140 130، فهمتي بزاف الحوايج. اللحم بعض مو كان ب 70 درهم ولا ب 90 درهم ديال البقري، اللحم ولا غالي بزاف. اما الغنميره ولات 100 درهم بعض ما حتى 110. كاينين شي كليان كيقولوا لي لقينا في البلاصه الفلانيه اللحم ب 70 درهم 60 درهم، كيقولوا لي شي اثمنه كيخلعوني، ما عرفتش والله ما عرفت. انا المهم اللي عارفه ان احنا كنجيبوا سلعه البطوار ديال الهراويين ما كاينش هذا الثمن، ما يمكنش يكون هذا الثمن نهائيا. والغنميره راس مالو واصل 100 درهم صحيح 95، كي غدير تبيعو وهي تقول لي ب 70 درهم ما تنفهمش. الجبل اللحم هبره 120 درهم، كفته 100 درهم، سك ما فيهاش حمل والو 110 درهم، اللحم بعض مو ديال الجبل 100 درهم. هو الجبل ديجا اصلا كان غالي ما زادتش فيه بزاف، البقري والغنمي اللي زاد بزاف، ما الجبل زاد فيه واحد النسبه قليله. الدروه معروفه حيت هذيك ديال الدواء من زمان وهي ب 200 درهم، ولكن صحيه الحمد لله، الناس اللي كلها تيرجع تداوي الناس. مرحبا بهم في محل يسرى القدميري في البلديه، مرحبا بهم. انا اختصاصيه في الجمل والبقري والغنمي داكشي ديال الشوا، مرحبا بهم. وكنقول لهم يا ربي تصب الشتا باش اللحم يطيح شويه، واخا غيغلى واحد المده كي من بعد غير خاص.